لتفسدن في الأرض
موتين وتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فاجلسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. مرددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء ليسوءوا
إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاء Yeah.
يلقيه
اقرأ كتابك ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقيه منشورا. Thank you.
وجعلنا له جهنم يصليها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن ومن أراد الآخرة وسعى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن ومن أراد
ربك ألا تعبدوا وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقضي ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما فلا تقل لهما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين
وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم ولا تقتلوا إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم
ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقتلوا إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا تسرف في القتل إنه كان منصورا صدق الله العظيم.